مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. في 2 أكتوبر عام 2018 كانت حادثة مقتل جمال خاشقجي رحمه الله. وعد الملك سلمان بالتحقيق، وعد الأمير محمد بن سلمان بمحاسبة المتسببين، راهن السعوديون على وطنهم وترحموا على مواطنهم وترقبوا النتائج. اليوم أدين الجنة وصدرت الأحكام وخرج الأبرياء وتحقق وعد العدالة. من أراد أن يتاجر بدم جمال خاشقجي رحمه الله سيخسر أكثر، ومن أراد الحقيقة فنتائج التحقيق والقضاء أمامه. الرسالة السعودية الواضحة والمباشرة والباقية لكل العالم في قضية جمال أو غيره: لن يضيع حق في وطن العدالة. أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم، تقضي بما يلي: ألف، قتل 5 من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه رحمه الله. ب، سجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً. جيم، ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص. ثالثاً، حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف. رحم الله جمال خاشقجي، وشكرا لهذا الوطن الذي وعد بالعدالة فأوفى كما هو دائما منذ تأسيسه. فاصل أول.